تطورات ميدانية متلاحقة على الأرض، ففي آخر التطورات قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قرب مستشفى رئيس في مدينة عفرين شمال غربي سوريا. المرصد السوري أحصى منذ بدء الهجوم اقتل 70 مدنيا، فيما تنفي تركيا أنها تستهدف أيا من المدنيين في عملياتها العسكرية التي تقول إنها موجهة ضد المواقع العسكرية للمقاتلين الأكراد في منطقة عفرين.